بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف نعرف How to create time picker in Kivy، أي كيف يمكن إنشاء أداة انتقاء الوقت في Kivy. أولا بنفتح نافذة التيرمينال وبنكتب الأمر التالي: pip install Kivy وKivy MD. طبعا أنا هنا بثبت مكتبة Kivy ومكتبة Kivy Material Design، ونضغط مفتاح الادخال انتر لكي يتم تثبيت هاتين المكتبتين، وبعد تثبيتهما بنغلق نافذة التيرمينال ونبدأ ثانيا في استيراد المكتبات التالية. بنكتب from kivy.language import builder، from kivy material design.application import material design application، و from kivy material design.user interface.pickers import material design time picker. وبعدها ننشئ متغير كيفي، هذا المتغير سوف نسند إليه كيفي declarations، أي تصريحات كيفي، وهي عبارة عن نصوص بنكتبها كأوامر من خلالها بننشئ الانترفيس الخاصة بكيفي. بنكتب هنا المخطط الأساسي للنافذة وهو MD float layout. هذا المخطط سوف أضع عليه زر، هذا الزر سيكون من نوع الزر البارز، فبنكتب هنا MD raised button. طبعا هذا الزر MD raised button وهو زر بارز. بنضع له اول خاصية عندنا هنا، خاصية التكست، اي النص الذي سيظهر على هذا الزر. طبعا بنضع هنا كولو، وبنضع هنا double quotes وبنكتب بينهما open time picker، يعني افتح لي منطقي الوقت. بعدها بنحدد البوزيشن هنت، اي الموضع النسبي او الموقع الخاص بهذا الزر. طبعا بنكتب القيمة هنا على هيئة ديكشنري، الفاليوز هنا بتتكتب في صيغة ديكشنري. طبعا الديكشنري بنضعه ما بين كل براكتس، وبنكتب هنا القيم على هيئة كي وفاليو، الكي والفاليو بنفصل بينهما بكله. طبعا بكتب هنا سنتر اكس، اي على الاحداثي اكس في المنتصف، بنكتب هنا القيمة 0.5، وناخد هنا كوما وبنكتب الكي الثاني سنتر واي، اي في منتصف الاحداثي واي، القيمة هنا 0.5، أي في منتصف الإحداثي الأفقي وفي منتصف الإحداثي العمودي. بعدها بنحدد خاصية on release، يعني عند تحرير هذا الزر. عند تحرير هذا الزر سيقوم بعمل calling، أي استدعاء للميثود التالية، وهي application.show_time_picker، وبعدين بنضع هنا empty breaks. طبعا هذه الميثود سوف أكتبها لاحقا داخل الكلاس. وبعدها بنغلق التصريحات كيفي، فبنضع 3 single codes، وهنا أغلقنا الكيفي declarations. بعدها نقوم بإنشاء الكلاس، فبنكتب هنا اسم الكلاس الرئيسي class test، وليكن اسمه على سبيل المثال test، ممكن تختار أي اسم تاني. بنضع هنا بين empty brackets MD application، أي material design application، وهنا حيقوم بعمل inheriting لخصائص هذا الموديل الذي قمت باستيراده في Kivy Material Design. وبعدها بننشئ دالة التعريف الذاتي، فبنكتب هنا define build self، يعني قم بإنشاء هذه الدالة ذاتيا، وبنكتب هنا self اسم الكلاس، self هنا بترمز للكلاس نفسه، وبنحدد هنا اللون الخلفية الخاصة بالكلاس، فبنكتب هنا dot theme underscore class dot theme underscore style يساوي بين علامتي تنصيص light، أي لون الباك جراوند الخلفية الخاصة بهذا الكلاس سيكون لون فاتح. وبعدين نحدد لون الأمامية، نكتب self dot theme underscore class dot primary underscore palette ويساوي وبين علامتي تنصيص blue، يعني اللون البالت اللوحة الأمامية يكون أزرق. وبعدين بنكتب هنا return builder dot load underscore string، يعني حمل لي النص الخاص بكيفي. طبعا النص الخاص بكيفي انا اسندته في المتغير كيفي، هذا المتغير هو الذي يحمل تصريحات كيفي، كيفي declarations. ساقوم بتحميله هنا من خلال هذا المتغير باستخدام البيلدر. طبعا لو موجود داخل المستند نفسه او الملف اللي انا بكتب فيه الاكواد، فبستعين هنا بلود اندرسكور string. اما لو كان تصريحات كيفي في ملف كبير، فهنا طبعا بنشئ في ملف منفصل، ففي هذه الحالة بكتب builder.load underscore، وبدل كلمة string بكتب هنا file،
وطبعا بكتب هنا اسم الملف بين علامتي تنصيص اسم الملف دوت الاكستنشن والامتداد الخاص به، وبعدها انشئ داله اخرى هي ديفاين اون سيف، يعني عند الضغط على زر اوكي من اداه التايم بيكر هنا سوف يقوم باستدعاء هذه الداله. فبكتب هنا ديفاين اون سيف، وطبعا هنا اول ارجيومنت اول وسط عندي هو الكلاس نفسه، فبكتب هنا سيلف وبعدين كوما وبنكتب هنا انستنس، وانستنس هنا بيعمل نموذج من الاداه التي سوف تقوم باستدعاء هذه الداله، وطبعا الاداه التي سوف تقوم باستدعاء هذه الداله هو التايم بيكر نفسه، وطبعا انا سوف انشئ التايم بيكر لاحقا. وبعدين بناخد كوما بنجد ان من خصائص الانستنس اي التايم بيكر ده هو التايم، فباخد منه التايم الوقت الذي تم انتقاؤه، وبعدها اقوم بطباعه هذا الوقت في نافذه الاوتبوت، فبكتب هنا برينت تايم. طبعا انا هنا بطبع الوقت لكي استعرض الوقت فقط، لكن ممكن في تطبيقات اخرى بتستخدم الوقت ده في اغراض اخرى على حسب التطبيق. وبعدين بننشئ هنا داله اخرى هي داله اون كانسل، يعني عند الضغط على زر كانسل من اداه ام دي تايم بيكر، فبنكتب هنا ديفاين اون كانسل، وطبعا هنا اول ارجومنت كما ذكرت هو الكلاس نفسه، بنكتب هنا سيلف وبعدين كوما وبنكتب هنا انستنس، يعني هات لي النموذج الذي سوف يستدعي هذه الفانكشن، وبعدين كوما وبناخد من هذا النموذج خاصيه التايم الوقت، وبعدين بنطبع الوقت هنا ممكن نكتب برينت تايم، وممكن نستبدل هذه الداله برينت تايم بكلمه باس، يعني مرر هذه الداله بدون اوامر، وممكن هذه الداله بكاملها لا اكتبها لان طبعا مش محتاج اون كانسل ان انا اخد الوقت. وبعدها هنا بننشئ داله ديفاين شو اندرسكور تايم اندرسكور بيكر، يعني دي داله انتقاء الوقت، وبنكتب هنا سيلف اي خاصه بالكلاس نفسه، وبعدها هنا بنكتب هنا اسم متغير عندي سوف يمثل اوبجكت وهو الام دي تايم بيكر، طبعا اسم المتغير هنا تايم دايلوج، يعني هنا صندوق حواري خاص بالوقت، وطبعا هذا الصندوق الحواري اللي هو تايم دايلوج سوف يمثل اوبجكت سوف يمثل الكلاس ام دي تايم بيكر اللي انا قمت باستيراده في السطر الثالث. بعدها هنا بنقوم بربط هذه الاداه بالفانكشن اللي انا سبق ان انا كتبتها هنا، فبنكتب هنا تايم دايلوج اي اسم الاوبجكت نفسه دوت بايند قم بربط، وبنحدد هنا الخاصية on save والخاصية on cancel. on save يعني عند الضغط على زر اوكي فهنا يتجه الى save اي الكلاس نفسه وياخد الدالة on save وينفذ الدالة on save، فبيجد on save بتطلب هنا print time. انا طبعا مررت عليها 3 arguments فبياخد منها الارجومنت الخاصة بالتايم وبطبعها. اما الخاصية الثانية وهي on cancel، وعند الضغط على زر كانسل هنا سوف يتجه الى سيلف اي الى كلاس نفسه ويضغط هنا وبعدها يعمل كولينج لي الفانكشن اون كانسل وينفذ هذا الامر. وبعدها بنكتب تايم اندرسكور دايلوج دوت اوبن، يعني افتح لي هذه الاداه هذا الاوبجكت اظهرها للمستخدم. طبعا هذه الاداه مهمتها ان هي تظهر لي الساعه اللي هقوم بضبط الوقت من خلالها، وبعدين اقوم بعمل كولينج لهذا الكلاس الاساسي، فبكتب هنا تيست امبتي براكتس دوت ران امبتي براكتس. نجرب هذا الكود، بنضغط هنا على ايقونه ران تشغيل، بتظهر لي النافذه الخاصه بهذا الكلاس، فممكن اصغرها هنا مثلا تحاكي نافذه الاندرويد او نافذه التابلت او نافذه المحمول ايا كان الاداه اللي هتستخدمها. بجد هنا زر اوبن تايم بيكر، بضغط على هذا الزر بيظهر لي هنا الأداة، طبعا أول ما ظهرت لي أداة هنا على هيئة ساعة فبختار من خلالها الأور الساعة، فبقول له مثلا الساعة دلوقتي 5 أو الساعة 6، وبعدين أختار المينتس فبضغط هنا على المربع الثاني بيظهر لي هنا الدقائق، فبختار مثلا الدقائق اللي أنا عايزها من هنا كده كده الساعة مثلا 6:30 وبنضغط أوكي. بيظهر لي هنا الوقت هنا في نافذة الاوتبوت زي ما انا شايف 6:30. طبعا لو حبيت ادخل الوقت بشكل يدوي ممكن نضغط هنا open time picker ونجد هنا ايقونة على هيئة لوحة مفاتيح، طبعا الامور دي اللي بيعملها المستخدم. هنا ممكن اكتب الساعة مثلا الساعة 1:20 دقيقة، فبكتب هنا امسح دي واكتب 20 دقيقة
واقول له مثلا وقت يا اما انت ميريديم يا اما بوست ميريديم يا اما صباحا يا اما مساء، ونضغط هنا اوكي، فبيظهر لي هنا الوقت في نافذه الاوتبوت تنفيذا لهذه الاوامر. طبعا هذه الاداه اداه سريعه جدا، جاهزه ضمن مكتبه كي في ام دي، كي في ماتيريال ديزاين، بستخدمها بسرعه تفيدني في اغراض خاصه بالوقت داخل التطبيقات. ان شاء الله ساترك لك هذا الكود في رابط اسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.